like big woman. I like big woman. I like big woman. أول مكان نفس الرسمة. حلو أوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ أنتوا أرخص ولا عايز الدخيلة؟ بيس يا مان بيس. طبعا احنا للاسف جدا على اللي انتوا شفتوه دلوقتي في اول الحلقه تمام. فالمهم بقى خلينا نبدا كده بدايه سريعه. ما تنسوش تعملوا لنا لايك سبسكرايب كومنت للقناه وتنسوا تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه. ويلا بينا ندخل في الفيديو. طبعا احنا متعودين قبل ما ننزل السايبر بتاعنا لازم ناخد لنا الحجرين بتوعنا. واحده معسل. يلا الله الله الله, الله عليك الله عليك. طلع يا باشا طلع. واحدة كمان واحدة كمان. اديني اخر واحدة اخر واحدة. التالتة بس كده. الكيف ايه؟ الكيف مزاج. الكيف عيلي. يلا بينا ننزل تحت. والله ما عرفتش لحد دلوقتي انت رايح فين جدع. يلا رايح. حلو انت كده يعني وانت داخل حلو يعني مش شايفك انت يا اعمى انا يعني مثلا. تعال نظبط الحاجات الحلوة دي. ايه واحد تاني داخل ولا ايه؟ بس كده. لو راجل ادخل انت عارف هتتعمل فيك ايه. تعال اه لما احنا بنبقى فاتحين المحل يعني احنا لما بنبقى فاتحين المحل هو بقى ايه تشتغل انت عقبال بقى ايه نعرف. بس فوق كده في كام نضارة يعني احنا محتاجين قد ايه في ار. طبعا الاجهزه بتاعتنا كله مظبوط مفيش اي مشاكل. احلى احلى مكان في الدنيا. وانا اتسرقت ولا ايه؟ ماشي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يعني تقريبا عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. عشر اجهزة. هما بقى محتاجين ايه؟ ايه بقى الفي ار اللي هما محتاجينها دي؟ محتاجين نضارة ومحتاجين الدرعين. تمام هننزل نطلبهم عشان انا مش عارف هم ايه دول الصراحه. ماشي. احنا النهارده ان شاء الله الحلقه بعنوان غرفه الفي ار. طبعا دي حاجه جديده في المكان عندنا. نطلب بقى نشوف هنعمل ايه. تعالى كده تعال ننزل المحل قبل ما نطلب الحاجات اللي احنا عايزينها. تعالى اي 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 كبر كده الشاشة. خش على زمورة اللي هو امازون يعني. هنختار بقى ايه الفي ار نشوف هو عايز ايه بالظبط. الفي ار في ار احنا عايزين 10 نظارات والكنترولر بتاعها. تمام احنا هنطلب دلوقتي يعني اجيب اني واحدة الرخيص. في ار هيدسيت هي يعتبر دي احسن واحد. تمام هنطلب من دي 10. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام هنطلب من دول 10. بعد كده الصلاة على النبي يعمل ايه؟ روح طلبينهم. وبعد كده نطلب الحاجات التانية تمام عشان الحاجات بره ايه بتتزحم. ماشي امسك واحد اطلع تاني. موضوع صعب يا جدعان. موضوع والله لو عاملين لنا عجلة حتى لو سلبت اي حاجة كده ايه سلبت. ماشي ما علينا. النهارده افتتاح الفي ار محلات ابو غزاله سايبر ابو غزاله افتتاح الفي ار يعني ناس خلصت السلسله دي في 15 حلقه و20 حلقه. بسم الله والحمد لله يعني شكرا لله منك يا رب. بعد ما شايف الكوميديا اللي احنا عملناها والضحك والهزار ده احنا خلصناها في اربع خمس حلقات يعني احنا جامدين قوي. احنا عملنا اكبر سايبر في المنطقه. يقول لك نعمل بيت ولعب شغيل ودوم وتك. لا يابا احنا جامدين قوي حط على اي حد. واحلى سايبر البنك اهو يعني مش عارف ايه اللي انا بقوله. اطلع يا دولي اطلع يا دولي. يلا يا جدعان يلا بقى عايزين نخرج. انت رميت ولا ايه؟ عندنا شغل عندنا شغل ان شاء الله. هعمل حلقه قريب اتكلم فيها عن بدايه اليوتيوب معايا وقصه الكفاح وبصوا كل حاجه كل حاجه اتكلم فيها كل حاجه وايجابيات وسلبيات وعايز تبدا ازاي ويعني بصوا يا جماعه احنا يعني فرجوا بس فرجوا بس هنعمل ايه. يلا هان تاني تانيين بقى يعني كتير هدخل بص 20 ولا كام 40 كرتونه احنا بنجري بنسوي الزمن. يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم ناقص واحد الحمد لله لسه هنطلب تاني. لقيت الارهاب اللي بره بس لنا 18 واحدة. بسم الله ما شاء الله. تمام
ماشي كده احنا عايزين نجيب 18 واحدة، 2 لكل جهاز. 18 ليه؟ هم 10 اجهزة كده جهاز، يعني هم انا معايا دلوقتي 9 اجهزة كده جهاز، كمان كده 3 اجهزة، 4 اجهزة، 5 اجهزة، هو بالظبط 6 اجهزة، 7 اجهزة، 8 اجهزة، 9 اجهزة، 18 واحدة زي ما قلت. اطلب يا باشا، اطلب يا باشا، معانا فلوس كتير، ده احنا هندخل 18 كرتونة. خش يا باشا، اطلع بره، اطلع بره عشان الحرامي لما يجي يسرق براحته. يلا نلحق الجمل قبل ما يمشي. يلا الجمليه فين؟ الجمل تلاقي لسه ما مشيش. الحق تسمح لي اضربك ضربه؟ يلا انا عايز الحكومه تيجي دلوقتي تديني انذار عشان ضربته. انا ضربته ما بيهمنيش حد. انت عشت، انت صحيت تاني ازاي؟ هيروح يشتكيني دلوقتي، هيروح يشتكيني الحكومه. يا مسهل الحال يا رب. فين الجمل ده؟ احنا لسه قدامنا طويل. اول ما ندخل الكراتين دي كلها، بس جاي يديني دلوقتي بتاعه. ايه ده انت خشيتني اهو؟ ولا ارمي. ايوه ارمي 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 يا عم، خضيتني يا عم. ده رميتها فين اهو؟ يا دي يا غبي انت، ارمي هنا يا غبي. هقعد انا ادور عليهم بعد كده. يس انت شلتني ليه يس؟ انا عايز اعرف اترميت فين. انا هقعد عشان ايه الحكومه ما تجيش ترازينا، نطلع بقى ايه نرص الحاجات بتاعتنا دي تاني. يلا بقى لفوق بقى يا باشا. صوت التكييف والمراوح ايه؟ عظمه عظمه. خد يلا اللي بعده. ايه مفيش اي واحد؟ لا اللي بعده. يلا ادي واحده خلصت. ماشي واحده خلصت، واحده خلصت. ماشي كده 16. بسم الله بسم الله بسم الله. ايه في حد ولا ايه؟ اللي بعده. ايه اللي بعده؟ رحت فين؟ انت ايها الحرامي، اللعبه دي مرزيانه بالحرامي زي لعبه البنزين بالظبط. الواد الرخم الصغير مات. يا رب يا مسهل. طبعا مقدرين انا شلت كام كيسه وشلت قد ايه. انا عملت السايبر ده يعني بنيته على كتفي، بدا من الصفر. ارمي يابا هنا، ارمي يابا هنا، ارمي يابا. تعبت الراجل بقى خلاص، عايز ياكل ويشرب زينا بني ادم. ها اللي بعده. خلاص يعني ده خلاص، انا فاتح البلاي ستيشن دلوقتي. يا مسهل ناقص كام جهاز؟ 1 2 ناقص 3 جهاز. بيمشي على الهوا بيمشي على الهوا. خلاص 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 قربنا. انا بفكر بقى ايه، اشيل كل الاجهزه اللي بره دي ابيعها واكمل الدور الارضي ده بلاي ستيشن. خليه بقى ايه بلاي ستيشن، يبقى كله بلاي ستيشن. انا جايب لهم اجهزه 5 كمان مش 4 يعني. ايه اصرف اصرف اصرف، دلع الناس. اطلع خلاص يلا نايس خلاص اهو بنفنش الحمد لله. الراجل خلاص تعب، سامعين الصوت خلاص بقى يعني محتاج. كل ده بسبب الشيشه اصلا، يعني كل اللي هو فيه ده بسبب الشيشه. يلا اهو خلاص اهو، هتقعد دلوقتي تستريح تاخد فلوس بس ان شاء الله كده وانت صغير عشان تستريح وانت كبير. اهو هو بقى يستريح دلوقتي. ها اطلع دولي اطلع دولي. ها بس الحمد لله والشكر لله ليك يا رب. أقسمة الفي ار بقت تمام وزي الفل. يبقى احلى سكرين عليها كده، احلى سكرين، احلى سكرين ركن الفي ار. يبقى احلى سكرين اهو، احلى سكرين في الدنيا ركن الفي ار، عظمه. ماشي تمام، خدنا السكرين. بصوا يا جدعان بلاي ستيشن وسايبر وايه زي الفل. يلا بينا يلا بينا ننزل. تعالوا بقى نفتح الكهرباء شغالة، كل حاجة تمام.
تعالى بقى ايه، في وقت نشتغل. تعالى ماشي، عايزين نفتح البلاي ستيشن الاول. ماشي تعالى نشوف بقى ايه الفي ار ده شغال ازاي. بص اول ما تفتح تلاقي الحرامي موجود اصلا. يلا يا بقى اديها اوبن يابا، اديها اوبن اوبن يابا، اديها اوبن. عايزين نشوف الفي ار وهو شغال. انا حاسس ان في حد هنا مخطوف، يعني احنا خاطفين حد. مفيش حد اهو يا جدعان، انت اللي بتفتح وتقفل ولا ايه؟ خش يا نيك، خش. زعلانه ليه؟ زعلانه هبا هو هبا هو. خش اطلع على الفي ار، الفي ار كله اطلع على الفي ار. داخل يا محمد. تصدق يا محمد يقول لك عندك حقيات بيدفعوا فلوس دول قبل ما يدخلوا. خدتش بالي. نقبل الريكوستات بس بسرعه، نقبل الريكوستات، كل الريكوستات. تعالى انا عايز اطلع اشوف شكل الفي ار. دول طلعوا بيدفعوا كتير قوي. انا عايز اطلع اشوف الفي ار وهم قاعدين عليه. اهو اهو طلعوا بيلعبوا في ار. دي بتجري فين؟ دي بتجري في الحبشه. بسم الله ما شاء الله كله ده. هي ماتت ولا ايه؟ سن الفي ار بتعمل ايه يا ابن العبيطه؟ بتموت مين؟ ايه ده؟ طلع عبيط. شغال؟ مفيش حد قاعد هنا مستخبي كده ولا كده؟ طب حلو قوي. بسم الله نزلت بسرعه كده ليه؟ ماشي. الصلاه على النبي. اول حاجه نقفل الكمبيوتر بتاعنا. نقفله. نقفل الكمبيوتر عشان الكهرباء. ونقفل الكهرباء دي. تمام كده. ده اتقتل. صلاة النبي. ماشي يا جدعان. نطلع بقى ايه الشقة بتاعتنا نستريح قليلا ونعمل لها سيف عشان ايه نسيف الفي ار. تمام كده عشان احنا تعبنا. هو تعب الصراحة، شال كتير قوي. لا مش سهل يا رب لعبة بترندر. انا نسيت انا كنت ماشي ازاي. اهو البيت بتاعنا اهو. الاستريمر حبيبة قلبي. اطلع انا. اطلع نجم، اطلع نجم النجوم. بسم الله بسم الله. اطلع كده، ندخل كده. يلا افتح يابا شقتنا دي يابا، شيشتنا الجميلة. حجرين كده نشدهم بسرعة. الله الله الله. ارفع ارفع يابا الدخان يابا. اديني واحدة كمان، واحدة كمان، واحدة كمان. يا عيني يا عيني يا عين. يا سلام الأردن جميلة. يلا بقى مع السلامة، ننام شوية. نسحب اللحاف، نصحى كده رايقين فايقين مظبوطين. تمام كله تمام. ايوان كل ده نوم مش كده يا عم؟ طبعا وقت حلقتنا خلص. تمام كده. دي كانت حلقتنا النهارده من سلسله لعبه انترنت كافيه سيموليتور الجزء الثاني. المهم ما تنسوش تعملوا لنا لايك سبسكرايب كومنت وتنزل تفعل الجرس عشان يوصل لك كل الحلقات اللي بتجي لك والاشعارات وكل الكلام ده يجي لك بسرعه، وتنزل تتفرج على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه. تمام كده. تمام عايزين نكمل السلسلة دي، ندخل كده دعم بقى، شوية اشتراكات مشاركات شير الكلام الحلو ده، عشان ايه بقى اعمل لكم حلقات كتيرة. واكتبوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين انزل لكم فيديوهات ايه الفترة اللي جاية او العب ايه. وعايزين بقى نفعل فكرة ايه بقى تسأل، يعني زي ما بيقولوا سؤال المتابعين، يعني المفروض تسألوني بقى، تسألوني بقى ايه الحاجات الحلوة دي. تمام هسيب لكم بقى انتوا الكومنتات تسالوا فيها اسئلتكم براحتكم. تمام ويلا اشوفكم بقى الفيديو الجاي. يلا مع السلامه.